الله وبركاته. We praise and thank Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali Al-Kabir, the most high, the most great, the most noble, the most merciful and the most kind. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with this month of Ramadan and blessing us to engage in a daily practice of reciting the Quran. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep our intentions sincerely for His pleasure. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to doing that which is right and keep us away from that which is evil. Today we'll be reciting from the 12th juz of the Quran. This will begin from the first ayah of Surah Al-Hud, of Surah Hud, the first ayah. We'll begin from there. And approximately five ayahs into the surah, we'll begin the 12th juz, inshallah. So we begin from the beginning of Surah Hud. This is in the 11th juz towards the end. And then we will, about five ayahs into the surah, at the end of the fifth ayah, we then go into the 12th juz of the Quran. Today's recitation will be done by myself, and then the explanation, tafsir of the verses, will be done by Brother Raihan Habibullah, who is currently a student in Mecca, and he will be joining us for the tafsir, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra. Kitab uhkimat ayatuhu thumma fussilat. ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني
إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله
إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إلا لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها
بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بقوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصير. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه ترجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد
إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكر وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان
فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. Brother Raihan, Habibullah, will now be joining us with the tafsir of these ayats. Brother Raihan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جزاك الله خيرا شيخ ومولانا عبد الله خان for inviting me to participate on this noble and glorious ختم القرآن in this month of Ramadan. وبعد, brothers and sisters in Islam, one of the things that is agreed upon and established is that once someone memorizes the Quran and focuses on the Quran and reads from the Quran, there is nothing left for him to do except to follow what has been commanded for him and to leave what is forbidden from him. Because, and our focus should not be on whether the page is finished of this Quran or if the juz is finished. However, it should be on deriving the important lessons in our lives.
deriving these lessons so that we gain enlightenment in our lives. So alhamdulillah, in this session, we will be starting with Surah Al-Hud. And Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the sixth ayah of Surah Al-Hud that وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. That there is not a creature on earth that Allah subhanahu wa ta'ala does not know the habitat of that creature and the natural order of that creature, and everything it is written. That Allah subhanahu wa ta'ala created each and every single living creature, humans and animals, and out of mercy, out of His infinite mercy. And He guided them to sustenance, just like how in our daily lives, Allah subhanahu wa ta'ala guides us to sustenance. So Allah subhanahu wa ta'ala continues and said, هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عُرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. That Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe in 6 days. And we know from the hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that before the universe was created, Allah subhanahu wa ta'ala was alone. It was just Allah. And His throne was above the water. And everything was being recorded in a clear recording. So Allah subhanahu wa ta'ala said that there was nothing but Allah subhanahu wa ta'ala, and we created this gradually. Not because there's a limit on Allah subhanahu wa ta'ala, but because Allah subhanahu wa ta'ala created us with care, with affection. And this is something that we all need to remember, that Allah subhanahu wa ta'ala loves us and cares for us because we're His creation. Just like how two people create a baby or try to raise a baby. They've created this child, so they love that child. So they create this, so Allah subhanahu wa ta'ala has created this world with care, with carefulness. Not that He has to be careful, but because He wants to show us that He loved us. And Allah subhanahu wa ta'ala loves us. So the concept of living in our universe and this whole entire reality is not haphazard, it's not random. It's not by a snap of a finger. Allah subhanahu wa ta'ala, by care and by focus and with ease, gradually created this universe. So then Allah subhanahu wa ta'ala continues. But first, and He says, and so the question that we need to ask ourselves here is, why are we created? So that Allah may test us, because that is the point of our creation, for us to be tested as to which of us is best for us. لِيَبَلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So that we may be tested and as to who will do the best actions, who will perform the best deeds, and who is better, as in it is a race. So who will be the best among those who perform these good actions and these good deeds, and who will not? So these deeds that are best, what are these actions and deeds that are best? The best of deeds are the ones with the best of intentions. And the best of intentions are the ones that are done for the intent of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala, the intent of being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And I want us all to remember these words, patience and gratitude, because they will come later, especially when we go through this surah and the next surah coming up, that these are similar themes that Allah subhanahu wa ta'ala has focused on and emphasized the importance on, patience and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala continues with this and says, even if us, as I, were to postpone this last day, postpone the day of judgment, you and to say that I will, you will still be skeptical of it. Even if I was to postpone this last day, you will be skeptical of it. You will not believe. You will not believe it. You will be arrogant because you do not believe. And then Allah subhanahu wa ta'ala continues. This is the state of people. That if we let a man taste a good time from us, a kindness from us, and then we take it away from him, that if someone is going through a good time in his life, things are prospering, everything is going good for this man or this woman, and then Allah subhanahu wa ta'ala takes it away,
He is despair. He is in despair. He is ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the state of people today, especially in our communities. Anywhere you go, you will see that when bad times fall upon someone, sometimes they'll become angry. They become ungrateful. They think to themselves, I am entitled to this. Why is this happening to me? I'm entitled to a blessing. I'm entitled to this person or this thing or that thing. They fail to see the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala has already given them. So they fail to see that. So then after that, Allah subhanahu wa ta'ala continues and then goes to the opposite end of the spectrum now. وَلَئِنْ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مُصَطْحُ لَيَكُولَنَّ ذَحَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ. That if we make him taste our favor after misfortune, he will say, and this is the opposite now, what will he say? Life is good. Bad times have been gone from me. That he becomes boastful, he becomes arrogant. Because I worked hard for this. Allah didn't give me this. That when something good happens, you forget Allah subhanahu wa ta'ala completely. You don't realize that Allah is the one in the first place that gives you that reward. So they become boastful and arrogant. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to save us from this. And we will see this, that instead of showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, that most of the time, regardless of the situation, people are ungrateful. And that is a fact. People are ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, whether they are in ease or whether they are in difficulty. Why? But because they don't understand that nothing in this life is permanent. Or if they do understand it, they forget it. That every single thing in this world and in this life has an end. Even the day ends, even the night ends. So that nothing will, so please, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those who do good deeds and are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And that we should never think to ourselves that, okay, I deserve this when I find myself in a good time in my life. I deserve this. I become boastful or arrogant. Or if something bad happens in my life, if some calamity or some problem falls upon me, that I feel like all is lost. I hit rock bottom. That everything is doomed. All is lost. We should not have this attitude, my dear brothers and sisters in Islam. And then Allah subhanahu wa ta'ala continues again. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. That except those who are patient, and continue to thank and praise Allah subhanahu wa ta'ala, those who are grateful to the blessings of their creator, Allah subhanahu wa ta'ala, for them will be a great reward. For them will be success. And this surah, subhanAllah, it has so many things to be explained and to be analyzed and to be focused on. Stories and historical analyses on the prophets and the prophets Nuh and Musa and the people of Lut and the message of Prophet Hud alayhi wasalam. But the main message of this surah is this, that Allah subhanahu wa ta'ala will not forsake you. My beloved brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala will never forsake you. That if you are patient and you are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, then a good outcome will be for you. But if you're not grateful now, if you are boastful and arrogant when something happens, when something good happens in your life, then how are you ever going to have a good outcome? Or if you feel in despair and you forget the mercy and the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala, how are you ever going to have a good outcome? So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among the people who are grateful, the people who are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and the people who will never despair in the qadr of Allah subhanahu wa ta'ala. So as well as this, I wanted to now go on to that, say then that Allah subhanahu wa ta'ala's help will also be with us, just like how he helped the prophets. And one of the main stories, one of the most beautiful stories is what we're now coming to now. And that is the story of Yusuf alayhi salatu wasalam. So stories in the Quran, historical analyses in the Quran,
are things that are of truth, and they're of reminders, and they're of instructions to how we live our daily lives. And so what, there's no story better to explain this and to explain how Allah subhanahu wa ta'ala guides a prophet of his in the story of Yusuf alayhi salam. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was not aware of Yusuf alayhi salam. And this was a miracle. This was an absolute miracle. Why? Because in their time, the Arabs did not have they were unlettered people. They were illiterate people. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself was also ummiyun. He was illiterate. He did not know how to read or write. This, despite the fact that he was the most educated man to walk the face of the earth. But that's another miracle. So this is a miracle that the Arabs had no idea of any scripture relating to Yusuf and the story of Yusuf. So Allah subhanahu wa ta'ala tells and addresses Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. We will now relate to you the best of all stories. بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. You did not know this before now. We are now revealing this to you so that we may guide you, O Muhammad, to what has transpired in the past. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. That, oh my dear father, and Yusuf came to his father and told his father that, oh father, I saw in a dream 11 stars and the sun and the moon, all of them making sajda towards me. And when we hear this, we say that okay, this is strange to hear to the ears, but it's also nice because so much things are prostrating and bowing down and making sajda to the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So what did Yusuf's father say? Oh my son, قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَخْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. That, oh my dear son, do not relay this to anyone. Do not relay this to your brothers, especially them, because they might go against you. They might plot against you. And this is something that I wanted to touch on. Jealousy and envy and the evils of these two emotions will destroy us all and destroy any community. So they were jealous. We know that the brothers of Yusuf alayhi salam were jealous of him, despite them having sense, despite them being the sons of a prophet of Allah, Ya'qub alayhi salam. They were jealous. And this is the evil of shaitan. Shaitan wants to make you jealous. But why did this happen to that guy? Why did this happen to that girl? What happened? So this is the evil of it. And this is something that we really, really need to pay attention on. Do not tell your brothers this. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. That shaitan is there, out there, whispering into the ears of man. And he is an enemy of man. And he will make men do things that they will soon regret. He will make men do things that they would not normally do. So shaitan is an enemy unto you. Do not share these things. And this is something to touch on as well, that if we have a blessing, we do not share it so much with other people. The same way, if something bad happens to us, we do not share it with other people. Why? Because we don't know people's intentions. People might use your blessing against you or your fear against you. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. So Allah subhanahu wa ta'ala told Yusuf that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you and will teach you and guide you and teach you the description of events, ta'weed al-ahadith. That's just like how he taught Ibrahim and Ishaq before you. So Allah subhanahu wa ta'ala, so Yusuf is obviously a special person as we see from this historical context and this tafsir, but his brothers are transpiring against him. But Allah subhanahu wa ta'ala is putting that calmness,
that filling that void in his heart, that you are important, do not fear. He will guide you, just like how we guide your forefathers, Ibrahim and Ishaq, before you. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عزبة سبحان الله. That the brothers had said amongst themselves, and they were thinking, Yusuf, by our father Yaqub alayhi salam, loves Yusuf more than he loves us. We need to kill him because our father, something is wrong with him. We need to kill him, or we can cast him away. So they transpired to kill Yusuf alayhi salam. They transpired to murder him. But then they changed their minds and they said, okay, we will cast him in a well. No one will find him and we will go on our way. Because if Yusuf is out of the picture, then everything will be okay for us. Our father will love us and favor us. So this is the jealousy again, the hasad, the envy and jealousy. Because if we see something where something good is happening to someone, maybe for our brother, maybe he likes a sister, but the sister doesn't want, or sister is married to someone else, or vice versa. Or maybe someone has bought a new home and you don't like that person, or you get jealous of them, or something that happens, you got in a fight in them, you got an argument in the masjid, so now you're envious of this person because he has a slightly more expensive thawb than you, or examples over examples. So hasad and jealousy, envy and jealousy are things that will destroy us. I knew someone not too long ago, a good friend of mine, just 2 years ago, and he moved away from New York. And I asked him, I said, why would you, what's going on? No matter where we are, we're New Yorkers at heart. We're New Yorkers. We love New York. Why would you leave? And he told me, and it's sad. And I felt so bad because he said, Raihan, there is so much jealousy and hasad and ghiyar in New York and in the communities where we were in that I had to leave. Okay, I had to leave. No one wants to see someone get gains. No one wants to see someone just come up and be successful. If you see someone that is successful, you want them to just fail. So that's a problem, my dear brothers and sisters in Islam. That is a problem. That is a poison, a virus in our community. Just like how we're dealing with this virus now, that is a internal virus of our hearts, hasad and ghiyar, envy and jealousy. So Allah subhanahu wa ta'ala, so they transpired to kill Yusuf or throw him down the well. And then they throwed him down the well when they got their father's permission to go and play with him. And then they went back to their father and they said that, oh, okay, they lied now. Now they're lying. Okay, we're going to tell you something, but you're not going to believe this if we tell you this. That some a wolf came and ate him. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِلَى الْخَاسِرُونَ. That if we were to go, come. So they told their father, they explained to their father, let Yusuf come and join with us. Let him come and play with us. We will guard him. نَحْنُ عُصْبَةٌ. We're a strong group of men. But Yaqub alayhi salam was skeptical. But ultimately he allowed him to go. So when they brought his shirt on with false blood, Yaqub immediately knew that this was dambi damin kafir. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِبُونَ. Look at the nobility and the graciousness of a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, Yaqub alayhi salam. That you have brought me a shirt with false blood on it. Indeed, your minds have tempted you to do something that you wouldn't have done this. But I'm just going to be patient. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. So while they did that now, they left Yusuf. Yusuf was nowhere to be found. He was in the bottom of the well. A caravan came and picked him up. And I'm explaining this in a nutshell. They picked him up and said, okay, well, we're going to take this boy now. We're going to go and take this boy and sell him. And they sold him for only a few silver coins. A prophet of Allah subhanahu wa ta'ala at the bottom of a well being sold as a slave to someone for a few silver coins. So what is the moral of this entire story, of this piece, or this part of the story? That even the be firm in Allah subhanahu wa ta'ala,
Be grateful for Allah subhanahu wa ta'ala, even though bad things are happening right now, and bad things are happening because of this COVID virus. Even we can't see our families or our friends or our relatives or our loved ones. People are dying, people are losing their jobs. Everyone is in mass hysteria. But even though we are in a calamity, don't think Allah subhanahu wa ta'ala will not raise you up from that calamity. Don't think that Allah subhanahu wa ta'ala will not raise you up from that. So I end with this, my dear brothers and sisters in Islam. Once again, I thank Sheikh Mawlana Abdullah Khan for inviting me, for participating in this program. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Bismillah ta'ala. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, Brother Rayhan. It is indeed a great privilege and honor to have you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and increase your knowledge and accept your efforts. Ameen. We wish to have you again sometime, inshallah. And we will notify our audience when you'll be joining us again, inshallah. The time is late and there is a few minutes before iftar. Please remember to spend the time making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And please remember all of us in your du'as. We have a couple of questions that came in, but because of time, we would not like to rush through the questions. So please be with us, and tomorrow we will try to answer the questions as best as possible, inshallah. And with that, I would like to thank everyone for joining. May Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone who participated. May Allah reward our different teams, all those who took part in making this a success. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept our qira'at of Quran and our learning of deen. And may Allah subhanahu wa ta'ala reward us all in this month of Ramadan. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته